بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هتكون عن كيفيه استرجاع جميع محادثات الواتساب المحذوفه من عندنا من على اجهزه الايفون. كتير جدا مننا مثلا بيحذف محادثات الواتساب وبحب ان هو يرجعها تاني على جهاز الايفون بتاعه. فالنهارده باذن الله خلال طريقه بسيطه جدا هتعرف مع بعض ازاي انك انت ترجع جميع محادثات الواتساب اللي محذوفه من عندك من على جهاز الايفون وبضغطه واحده. فتعالى مع بعض نروح لصفحه المكتب ونتعرف على كيفيه استرجاع محادثات الواتساب من اجهزه الايفون. يلا بينا. الطريقه الاولى لاسترجاع محادثات الواتساب وهي الطريقه المعتاده من خلال النسخه الاحتياطيه اللي موجوده عندنا. لو احنا عاملين نسخه احتياطيه، كل عليك طبعا بعد ما تثبت تطبيق الواتساب تضغط هنا على الموافقه والمتابعه. بعد كده بتبدا انك انت تضيف الرقم الهاتف بتاعك اللي تعمل بيه الواتساب، وزي ما انت شايف بتبدا تظهر لك نسخه احتياطيه من الواتساب بتاعك. المشكله في الطريقه دي ان لازم تكون انت قبل كده عامل نسخه احتياطيه على الاي كلاود بتاعك ومخزنها عندك، غير كده لما تيجي تخش على الخطوه دي مش هتلاقي اي نسخه احتياطيه خالص، وهتبدا انك انت تضطر تتخطى المرحله دي وتبدا تدور على الواتساب بتاعك تاني. فانت زي ما انت شايف لو انت عامل نسخه احتياطيه هتلاقيها مش عامل، للاسف مش هتلاقي عندك خيار استعاده نسخه احتياطيه. هتضغط هنا على استعاده وبعد كده هتبدا ان هي تستعيد لك الواتساب بتاعك. فللاسف عيب الطريقه دي ان لازم تكون عامل نسخه احتياطيه مسبقه قبل كده عندك على الاي كلاود بتاعك. طبعا خلاص هيبدا يجيب لك الرسائل بتاعتك، هتضغط على التالي على موافق وهتبدا تضيف اسم ليك وبعد كده تضغط على تم وهيبدا يجيب لك جميع المحتوى. ودلوقتي هنشوف الطريقه رقم 2 لاسترجاع محادثات الواتساب المحذوفه من عندنا من على اجهزه الايفون بطريقه سهله جدا من خلال اداه بور ريسك. الاداه دي نافق لك الرابط بتاعها موجود في صندوق الوصف. كل عليك بعد ما تخش على الرابط هتضغط على كلمه جربها مجانا وتبدا تحمل الاداه. حجمها صغير جدا حوالي 18 ميجا وهتبدا تخزنها بعد كده عندك على الديسكتوب. تضغط هنا على سيف وبدء التحميل وهتبدا تتحمل معاك على طول. بعد ما بتتحمل عندك الاداه بتنزل عباره عن ايقونه بالشكل ده. طريقه التثبيت بتاعتها سهله جدا، دبل كليك عليها وهتبدا تثبت عندك الاداه على طول بشكل سريع جدا. الى ده من افضل الادوات اللي ممكن تحل لك مشكله استرجاع محادثات الواتساب المحذوفه بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. زي ما انت شايف خلاص عمليه التثبيت بتخلص بشكل سريع جدا. تمام، زي ما احنا شايفين دي واجهه الاداء اول ما بتفتح معاك. عندك هنا بعض النصائح السريعه لازم تقراها. اول حاجه انك انت تعمل تشغيل لنمط الطيران عندك على الجهاز، كمان منع تشغيل التطبيقات في الخلفيه، ما تشغلش اي تطبيقات، كمان قم بايقاف تشغيل ايتونز وغيره من البرامج الطرف الثالث، تجنب استخدام برامج التنظيف في النظام، وكمان ضمان اتصال يو اس بي المستقر، يعني انك توصل جهازك بواسطه اليو اس بي بشكل مستقر. كده تقول له انا مستعد. بعد كده بتبدا تظهر لك الواجهه اللي انت شايفها دي بالشكل ده. هنا عندك الاسترجاع من جهاز اي او اس. تقدر بقى دلوقتي انك انت ترجع جميع المحادثات بتاعتك حتى لو ما عندكش نسخه احتياطيه. هتبدا توصل جهازك بواسطه اليو اس بي وتعلم هنا على الاسترجاع من جهاز اي او اس. تقدر كل اللي عليك بعد كده تضغط هنا على السهم ده وهتبدا تختار نوع الملفات اللي انت عايز تسترجعها. طبعا احنا قلنا عايزين نرجع محادثات واتساب، تقدر كمان ترجع حاجات تانية زي الصور والفيديوهات، لكن احنا هنشرح ازاي ترجع محادثات واتساب. فزي ما انت شايف عندك كل حاجه موجوده هنا. هنشيل برده علامه الصح من هنا، انا عايز اقول له ان انا عايز ارجع محادثات واتساب فقط لا غير. هعلم هنا كده مثلا على الواتساب بس. طبعا عندك زي ما انت شفت ده ترجع من تطبيقات تانية وتقول له هنا بعد كده موافق. زي ما انت شايف جالي تحليل بيانات، طبعا هنا هيطلبك انك انت تضيف الباسورد بتاع الشاشه. هضغط هنا على موافق. زي ما انت شايف جالي تحليل جهازك، تنتظر لحد ما يخلص خالص ويبدا يجيب لك جميع المحادثات اللي كانت محذوفه من عندك. وفي المرحله دي زي ما انت شايف جالي تحليل جهازك بتسيبه لحد ما يخلص خالص عشان يجيب لك جميع المحادثات اللي اتحذفت من عندك. زي ما انت شايف 267 محادثه رجعوا لي. وعلى سبيل المثال لو دخلت على اي محادثه اللي هي موجوده عندي بالشكل ده، وكل عليا لو انا عايز ارجع جميع المحادثات والبيانات دي عندي على جهاز الايفون تاني هضغط ضغط هنا بالشكل ده. بعد كده خطوه مهمه جدا انك انت توقف العثور على الايفون، فانت هتروح على الاعدادات. بعد ما تروح على الاعدادات هتدخل على الحساب بتاعك بالشكل ده وهتنزل هنا على تحديد المواقع، وهتلاقي عندك هنا العثور على الايفون. هتبدا تضغط عليها وتعطلها بالشكل ده. طبعا هتضيف الباسورد بتاع الابل اي دي عشان يكمل معاك الخطوه دي. وبعد ما تعمل ايقاف للعثور على الايفون تضغط هنا على متابعه وتضغط بعد كده هنا على استرجاع، ويبدا جالي اعاده تنزيل بيانات الجهاز. زي ما انت شايف العمليه بتحصل بشكل سريع جدا وبيبدا يرجع لك جميع المحادثات والداتا اللي اتحذفت من عندك. تم الاسترجاع بنجاح. لو رحنا على الواتساب دلوقتي عشان نشوف المحادثات بتاعتنا رجعت، زي ما انت شايف هتلاقي المحادثات بتاعتنا رجعت بالشكل ده وكل الرسائل بتاعتنا والداتا رجعت اللي كانت على الواتساب وكل المحادثات رجعت بالكامل. وكده مش بنفكر السؤال قدرنا نرجع جميع المحادثات بتاعت الواتساب اللي اتحذفت عندنا من على جهاز الايفون. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. يا ريت ما تشتركوا في الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.